كايلا مولر هو الاسم الذي أطلقته القوات الأمريكية على العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش وأدت إلى مقتله. الاسم يعود إلى الناشطة الأمريكية الشابة التي اختطفها التنظيم عام 2013 وقتلت على أيدي عناصره في فبراير عام 2015. ما بين الاختطاف والقتل عاشت مولر التي كانت تعمل في مجال الإغاثة للمتضررين من الحرب في شمال سوريا أياما عصيبة واجهت فيها أشد أنواع العذاب. ولدت كايلا في ولاية أريزونا الأمريكية يوم 14 من أغسطس عام 1988 وسافرت إلى سوريا عبر الحدود التركية في عام 2012 للعمل مع منظمة دنماركية تعنى باللاجئين. اختطفها إرهابي داعش خارج مستشفى حلب واحتجزت لمدة 18 شهرا كانت خلالها ملكا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي طبقا لما أكدته الاستخبارات الأمريكية لأسرتها. لكن صحيفة لوفيغاغو الفرنسية قالت إن البغدادي تزوج من مولر وأنها كانت تتواجد في أحد مواقع التنظيم المهمة قبل أن يتم قتلها. واعتبر روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي إطلاق اسم مولر على العملية العسكرية التي قاتلت البغدادي تحقيقا للعدالة وثأرا لكل الذين قتلوا بوحشية على أيدي البغدادي وأتباعه.